الدعوة إلى الله هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم وكل من كان متبعا له عليه الصلاة والسلام. دعوة في الله سبحانه وتعالى اسمه في محمد صلى الله عليه وسلم توبان كن في نافقلي. شروط الدعوة خمسة. الشرط الأول الإخلاص، أن تنوي بالدعوة ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. يعني لا تنوي بالدعوة حتى يقال عنه هذا داعية عالم كذا كذا. الثاني العلم الشرعي، لابد أن ندعو بعلم لا ندعو بجهل. الثالث الحكمة وهي السنة. نعم، يعني الآن ما يمكن من الحكمة أن يأتي الكافر يقول أنتم النصارى عندكم وعندكم وعندكم، لا خطأ. دعوة النصارى أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما نبدأ فيه في دعوتهم نعلمهم التوحيد. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in motenu kima ye ko feri premier ki nous besoin appel sur avec c'est tawhid. ايضا من الحكمه انك لا تخاطب الرجل الان الكافر تقول له يجب الختان في الاسلام، لا، ما تخاطبه بالختان ابدا، تقول نريد منك التوحيد الان لا نتكلم عن الختان. Parmi hikma c'est qui quand on peut appeler sa kafir nous pas qu'à dire à le faire si qu'on sait avant tout vous allez ça la polo non vous appelez en fait tawhid. المراه لا نخاطبها بالحجاب، نخاطبها بالإسلام أول شيء، المرأة الكافرة. إذا أسلم شرح الله صدره لقبول شرائع الإسلام. جاء رجل نصراني إلى عالم من العلماء وقال أنه يحب الإسلام لكن هو يحب الخمر، فقال له العالم ماذا يقول له؟ يقول لا، ما يمكن تسلم تشرب خمر، صحيح؟ لا، قال له العالم أسلم وإن شئت اشرب خمر. قال دخل في الإسلام. قال له العالم أنت الآن مسلم، إذا شربت الخمر السلطان أمير المؤمنين يجلدك. وإذا رجعت للكفر أمير المؤمنين يقتلك. دخل لا يستطيع يخرج. إذا لابد من الحكمة في الدعوة. الله سبحانه وتعالى قال لموسى عليه الصلاة والسلام عندما بعث إلى فرعون قال فقولا له قولا لينا. الله جل في علا إن جاء بك موسى لتانا في لنا في ليب والفهم شان في فرعون في فارو إن جاء لي فقولا زبوك في هارون جيلي باول كي صفت. الشرط الرابع من شروط الدعوة معرفة حال المدعو. لابد تعرف أنت تدعو من، يهود نصارى مجوس، ماذا لديهم. الخامس من شروط الدعوة الصبر. يعني لا يمكن يبدأ في الدعوة يحصل له شيء قال لا أنا تركت الدعوة. إذا تدخل هذا الطريق لا تنتهي إلى الموت، مفهوم؟
لا يوجد عندنا عالم يقول خلاص أنا أرتاح أنا أستقيل، لا، يستقيل أو كذا يعتزل، هذا لاعب الكرة الفنان. أما العالم الداعية إلى الموت. نعم. إذن هذه الشروط خمسة. الإخلاص. العلم الشرعي. الحكمة يعني السنة. ومعرفة حال المدعو. والصبر.